السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفقكم فيصل السيف. وحتى لقينا تقنيات في السياس مخصصة للأطفال بين 3 و6 سنوات. فهذا شيء تعليمي. يعني شوفوا أنتم من مبدأ إنه كيف يعلموا أطفالهم، كيف يعلموا الأولاد. هذا الشيء بالنسبة لي يعني معلش. أوكي، المهم نرجع للقطعة اللي موجودة عندنا. هذه قطعة تعلم الطفل كيف تقدر تسوي تركيبات وكيف تقدر تحل مشاكل. فأنت تيجي وتجيب القطعتين هذه وتقول إنه حط القطعة دي على سجادة مثلا بداية الغرفة، وتحط القطعة الثانية في النهاية. بتعلم الولد كيف يقدر يروح من القطعة الأولى للقطعة الأخيرة باستخدام القطع التركيبات اللي موجودة هنا. فعلى سبيل المثال إذا أنا حطيتها من نقطة إلى ثانية وأبغى يروح من A to B، من النقطة هذه إلى النقطة هذه، بكل بساطة هأخذ بلوك عن طريق USB هنا، القطعة الأولى، وحطها بالشكل هذا. أصير أشغل اللعبة وأعرف إنه يعني مثلاً زين شغالة بطريقة كاملة. So a long press. Why did you turn it off? تضغطها ضغطة وتصير يروح أساساً يتحدد لها إنه الأمور جاهزة. هي قرت البلاكات، قرت القطعة اللي موجودة. فلما تضغط القطعة هذه هي الحين تصير تروح لمدة 10 ثواني. طبعاً هي المساحة هنا صغيرة على الطاولة أساساً. خلاص. أوكي. بتصير تروح من القطعة الأولى للقطعة الثانية وقرت البلاكات اللي موجودة، وكل واحد من التركيبات اللي موجودة يعطي أمر. فعندكم الأمر هذا اللي هو لف يسار 90 درجة، حط 2 منه، خلنا نجيبها، يعني لف يسار 90، بعدها مرة ثانية 90 درجة. وبالطريقة هذه تقدر تعلم الأطفال بين 3 و6 سنوات الحلول وتعليم الحلول. يعني أبغى يروح يسار يسار على طول، بعدين يمين، بعدين على طول. فبالطريقة هذه أحد السبل حقة التعليم. هذه موجودة الحين المفروض أنها تقريبا 39 دولار، أتكلم على 40 دولار، موجودة في أمازون، موجودة في كثير من المتاجر الأمريكية، وهي لتعليم الولد الحلول وأيضا طريقة بناء الأشياء. أنت تبغى تروح على طول يمين يسار، هذه الطرق لما تعلمها للأولاد يصير عنده حس حل المشاكل أفضل بكثير. وهذه حاصلة على مجموعة جوائز، منها مجموعة جوائز البيبي بامب هنا اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. أحد الأشياء اللي لقيناها هنا في CES 2017. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.